ترحب بس بابن شعلان راع الجمايل والكفوف الندية محمد بن سعيد يا اسلم كحيلان نعم الخوي اللي يقدر خويا قربا من قروب القبيلة ولهان كفى على كسب المراجل مدية من بعد منه للمهمة تعنوان سعيد جعله في الجنان الرضية سد اللزوم وشب الرجال واخوان عام التقى والمرجلة والحمية واليوم زف الكف وبرود وشجان مازن عسى مازن حياته هنية مازن عسى مازن حياته هنية لا فعل وما الطب والمعرفة شان سد الفعل الطيب والمقدرية انا اشهد سويت من قلب ولسان والله يكتب لك حياة هنية وعبد الله الليلة المواجب سلطان من شبته درب وقايد سرية والنعم في ذاك المعرب والآن من شبه أخوها الكبير وحلية ويا مازن اطلق وانت محزم كمليان فزت بنسبرا عايض وله في قمة العز ديوان العرف من طبعه ونفسه زكية من داعية بلقار ندر بين الايمان ربعي ما راه يشال خطر والمنية واليوم في موقف وحافظ ابن شعلان نعم الرجال اهل الكرام والحمية نعم الرجال اهل الكرام والحمية يا جسية ترحيب باسم ابن شعلان راع الجمايل والكفوف الندية محمد بن سعيد يا اسلم كحيلان نعم الخوي اللي يقدر خويا قرب من قروب القبيلة ولهان كفى على كسب المراجل مدية من بعد منه للمهمة تعنوان سعيد جعله في الجنان الرضية سد اللزوم وشب الرجال واخوان على التقى والمرجلة والحمية واليوم زف الكف وبرود وشجان مازن عسى مازن حياته هنية مازن عسى مازن حياته هنية لا فعل وما الطب والمعرفة شان سد الفعل الطيب والمقدرية انا اشهد مبروك ما سويت من قلب ولسان والله يكتب لك حياة هنية وعبد الله الليلة المواجب سلطان من شبته درب وقايد سرية والنعم في ذاك المعرب والأهل من شبه أخوها الكبير وحلية ويا مازن اطلق وانت محزم كمليان فزت بنسبرا عايض وله في قمة العز ديوان العرف من طبعه ونفسه زكية من داعية بلقار ندر بين الايمان ربعي ما راه يشال خطر والمنية واليوم